إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يتواصل حديثنا عن يوم القيامة. لنقف اليوم مع جانب من أهوال هذا اليوم، مما يبين عظم ما يلاقيه الناس وما يجدونه وما يعانونه في هذا اليوم العظيم، ما وصفه الله عز وجل به. فقد وصفه في القرآن الكريم بأوصاف منها أنه يوم عظيم. قال سبحانه وتعالى في سورة المطففين: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. إنها رسالة ربانية لكل عبد ينسى مصيره ويغفل عن مآله. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ووصفه ربنا سبحانه وتعالى بأنه يوم ثقيل، فقال سبحانه وتعالى: إن هؤلاء يحبون العاجلة، أي الدنيا، ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ووصفه سبحانه وتعالى بأنه يوم عسير، فقال سبحانه وتعالى: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، على الكافرين غير يسير. فهذه الأوصاف الثلاثة وغيرها في كتاب الله كثير وكثير جدا، تدعوك يا عبد الله لأن تضع نصب عينك هذا اليوم، فإنه اليوم الذي لا مفر منه. هذا اليوم يفزع فيه الناس ويشتد خوفهم ويعظم خطبهم، حتى إن المرضع ترمي حتى إن المرضعة ترمي بولدها، وحتى إن الحاملة تجهد وتسقط حملها من شدة ما تراه وتشاهده، وحتى ترى الناس على حال كأنهم سكارى. مصداق ذلك مطلع سورة الحج، حيث قال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة
مرضعة ولم يقل مرضع، لأن المرضع صفة للمرأة التي ترضع، لكن المرضعة حال كونها تمسك ولدها وتلقم ثدياه فمه، ثديها فمه، حال إرضاعها تلوحه. يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. من مظاهر الهول والفزع أن القلوب تصل إلى الحناجر، القلب كيطلع الحنجرة من شدة الخطر. يقول سبحانه وتعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، وكاظمين بمعنى ساكتين لا يتكلمون، ما يستطيعش يتكلم، فهم ملائكة سامية مكنش تناقش، وأنت ترى أن الحق قد جاء، الحق قد جاء والقيامة قد قامت، وعما قريب يعرف مصيرك إلى جنة أم إلى نار. تبلغ القلوب الحناجر ولا يستطيع أن يتكلم، ولا يستطيع أن ينبس ببنت شفاه. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. تذكر هذا يا من تحاد الله ورسوله، تذكر هذا يا من تحارب كتاب الله وأحكامه، تذكر هذا يا مضيع الصلاة، تذكر هذا يا مانع الزكاة، تذكري هذا يا أمة الله، يا من تمتنعين عن الحجاب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. ووصف سبحانه وتعالى في موضع آخر فقال: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وفي موطن ثالث قال سبحانه وتعالى: قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. عبد الله، ليس الذي يخاف في ذلك الموقف هو الكبير الذي كلف وفرق، لا، بل حتى الوليد الصغير الذي لم يختلف جريرة ولم يرتكب إثما يخاف لشدة أن يشيب شعره. قال سبحانه وتعالى: فكيف تتقون إن كفرتم، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. في ذلك الحين تتقطع الصلات والأنساب والعلائق والمصاهرات راسي راسي، ما كاين لنا ولد فلان، ولا أنا شريف، ولا أنا من سلالة فلان، ولا أنا ابن الرئيس الفلاني، ولا أنا ابن الشريف الفلاني. كل إنسان في ذلك المقام يهتم بنفسه فقط ولا يلتفت لغيره أبدا. قال سبحانه وتعالى في سورة عبس: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه، الأخ الذي يكون في الدنيا سندا وعضدا وقوة
تفر منه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته أي زوجته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد يعني كي يكون راه مصيب كي ما كاينش بحال هذا يعني خصو يفك راسو. نسأل الله أن يسلمنا وأن يعافينا. وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر للدلالة على انقطاع هذه الأنساب والعلائق: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. وقال في موطن آخر: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. في ذلك المقام يستعد الفاجر والكافر ليفتدي من عذاب الله بكل شيء ليشتري خلاصه ويشتري نجاته ويضمن بعده عن عذاب الله. قال سبحانه وتعالى: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض جميعا ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. لو أن الإنسان يملك ما في الأرض كلها، بحارها أنهارها جبالها سهولها كل شيء، يعطيه لينجو من عذاب الله ويفتدي من عذاب الله. إذ الله قال لك أعطيني جوج ونص المية ما كاتين في الدنيا يا مانع الزكاة. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. طلب الله منك ربع العشر ما بغيتيش يوم القيامة تتمنى أن تفتدي من عذاب الله بالدنيا كلها لو امتلكتها. وقال سبحانه: والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب. أولئك لهم سوء الحساب. بل إن الإنسان يود حينها لو أنه يبذل الغالي والنفيس. قال سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث سيدنا أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام قال: يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال له: قد كنت سألت ما هو أيسر من قد كنت سألتك ما هو أيسر من ذلك. الله عز وجل ما طلبش منا شي حاجة معجزة، طلب منك إقام الصلاة التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج مع الاستطاعة وأن تبتعد عن الحرام القليل وما من حرام إلا وقد أباح الله لك مقابلا له. حرم الزنا فأباح الزواج، وحرم الخنزير فحرم الأنعام وطعام البحار، وما حرم الله شيئا إلا وأباح أضعافا مضاعفة من الحلال. لكن الناس غافلون عن هذا المصير الذي سنصير إليه جميعا. يود الكافر حينها
لو يفتدي بأقرب الناس إليه. كيف اللي بغي يبيع الناس يسيطر من جهنم ويسلك هو ما عنده كسر. نسأل الله أن يسلمنا وأن يعافينا. يقول سبحانه في سورة المعارج: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. يولدات اليوم يعني أحب شيء إليه تحرص على نجاتهم في الدنيا. شحال من مرأة تجي العافية للدار وكتخرج ولدها من الشرجم باش تدخل وكتبقى هي في العافية لعجزها عن الخروج. يوم القيامة لا تقول لهم انتوا يا ولدي خذوها أنجو أنا بنفسي. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبتي حتى الزوجة. تقدم جهنم وتسلم انت وصاحبته وأخيه وفصيلته العشيرة كلها والقبيلة كلها التي تؤويه. بل يريد أن يقدم كل أهل الأرض جزاء فدائه. قال تعالى: ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. بغينجو كلا إن هذا ضاع. أقول ما تسمعون وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الملك الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ذلك اليوم يوم طويل 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 لا نسبة لمقارنته بالحياة الدنيا كلها. يقول سبحانه وتعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ويقول سبحانه: ومن شدة طول هذا اليوم 50,000 سنة هذا انتظار الحساب 50,000 سنة قبل دخول الجنة أو النار 50,000 سنة حينها يقول الناس: لبثنا في الدنيا ساعة. مع طول اليوم كيقول لك احنا كنا في الدنيا غير شويه. هادشي دابا انت اللي فرحان بيه وقالت كتقاد وتصوم وتمشي للحرام باش تقرب لهذيك في فرنسا وفي امريكان وفي كندا تمشي للريبه باش تقرب ولادك. انا كنانفيستي في ولادي. انفيستي الحلال ماشي الحرام. انفيستي الحلال ماشي الريبه. وتمشي للريبه باش دير عشه في تسكن وندير باش نرجع باش ما يتشردوش ولادي. هاش التشرد ديال بصح هو يوم القيامة مشردين 50,000 سنة هما مشردين. وقد تتشرد معهم إن لم تستقيموا ونستقيم جميعا على صراط الله المستقيم. هذا هو التشرد. الناس كينظروا الدنيا دائما نظرة عوجة النعمة كيقولوا مسكين محروم. المحروم هو البعيد عن طاعة الله. راه هو عمى غير 20 عام و30 عام ودغيا يمشي عند الله. يا دار باش يرجع غادي ديك الساعة غادي غادي نعم الله عز وجل النعيم العظيم المقيم. اللي عرج مسكين اللي في شيعاها نجهضوا ونقتلوه حيت عرج ولا عمى ولا في عاها. واش انت اللي كتخلق؟ واش انت اللي كتبتلي؟ الا كان ديك تاعها غاتشري ليه الجنه رخيصه ولا غاليه؟ رخيصه العاه. يقول صلى الله عليه وسلم: اذا اخذت كما يروى في الاثر اذا اخذت من عبدي حبيبتيه عينيه فصبر عوضته عنهما الجنة. الحرمان ليس أن تعيش أعرج ولا أعمى ولا أن تصاب بداء السكري وأنت طفل ولا أن تصاب بداء الفشل الكلوي وأنت طفل. الحرمان أن تحرم من الجنة ويلقى بك في السعير. نسأل الله أن يسلمنا وأن يعافينا. 50,000 سنة تنتظر 50,000 سنة. تخيل هذا انا كاع عندي عمر الذي عمر بزاف يفوت 100 عام يقول راه كبر مسكين
300 عام، 50,000 سنة وانت واقف تنتظر حساب الله عز وجل. لهذا يقولون، يقول الله عنهم: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. يوم القيامة تقول تك الناجس على الدنيا ساعة. ويقول سبحانه وتعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. صباح العشية شوية. وقال تعالى: نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ذاك اللي طول كان بزاف يقول لي مرة كنت في الدنيا نهار. ويقول تعالى: ويا أمة تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وقال تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. هذا القليل الذي تتعنى به وتصرف نفسك فيه عن طاعة الله، اعمره بطاعة الله، فوالله ما بعده شيء عظيم، إما نعيم عظيم وإما عذاب أليم. اللهم رد بنا إلى دينك مردا جميلا، اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم قنا من الذنوب والمعاصي والكبائر والموبقات. رد اللهم بشبابنا وأبنائنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم اهد شبابنا وأبناءنا وإخواننا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم فرج هم كل ذي هم، ونفس كرب كل ذي كرب، اقض دين كل مدين، اشف كل مريض مسلم، عاف كل مبتلى مسلم. اللهم وفق أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس لما تحبه وترضاه. أره اللهم الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. أقر اللهم عينه بولي عهده وبصلوه وبسائر أفراد أسرته وشعبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.